نشرة أخبار النقابة، تتابعونها عبر الموقع الرسمي لنقابة المحامين. انطلاق جولات النقيب العام سامح عاشور في عدد من محافظات الجمهورية تحت عنوان حوار مع النقيب. من الإسكندرية إلى القاهرة الكبرى مروراً بالقليوبية، النقيب العام يجتمع بشباب المحامين ويناقشهم ويرد على أسئلتهم. وخلال حوار مع النقيب، عاشور يعقد مع شباب المحامين حوارا لا تنقصه الصحة. لما حد يقول لي طب ليه انت بتستبعد المحامين الجدد او المحامين تحت التمرين من النظام العلاجي، ما هو ممكن يدفع اشتراك العلاجي. انا عشان اجاوبكم على هذا السؤال او هذا التساؤل هديكم رقمين. في 2016 اتقدم للقيد في الجدول العام 23,000، مفروض دول اتقيدوا ابتدائي لغاية 19، اللي اتقيد منهم نص العدد ده، نص الرقم، النص التاني راح فين؟ مش موجود. اما انه راح في وظيفة، اما انه رجع في كلامه، اما انه مش عايز يكمل في المحاماة، اما انه شاف انه مش نافع في المحاماة، اما انه شايف انه مستقبله في مكان اخر فراح لمكانه. انا بقى لو بدأت بعلاج 23,000 ودفعت من أموال المحامين المشتغلين تكاليف علاج هؤلاء اللي يحتاجوها، شوفوا الأرقام ممكن تبقى إيه. أنا هقول لحضراتكم لو النص ده 10,000، 1,000 واحد بس اشتركوا معنا، 1,000، ومتوسط 1,000 من 10,000 خد الحد الأقصى بتاعنا 30,000 أو 50,000، يبقى دخلنا في 50 مليون جنيه. 50 مليون جنيه راحت ضاعت على المحامين، لأنها خدها المحامي اللي تأيد في الجدول العام وروح. حوار مع النقيب. انتوا عارفين حضراتكم احنا في 2019 صرفين حتى اليوم حتى النهاردة 287 مليون جنيه على العلاج، 287، وده رقم ضعف اعلى رقم في نقابة المحامين تعمل في السنوات اللي فاتت. احنا في 3 سنين عدينا خلاص المليار على العلاج وعلى المعاشات، نتيجة انه احنا بنضخ في اطار انه هي دي الازمة الحقيقية لدى المحامي، عاشه وعلاجه، ده الحد الادنى اللي يطمن المحامي وهو بيشتغل انه لازم يجد من يعاوله او يدفع معه الى او يدفعه الى بر الامان علاجيا صحيا او معيشيا اذا ما فكر في الاحالة المعاش او لاسرته بعد رحيله. حوار مع النقيب. متى يعني قد الثانوية العامة في التعليم المفتوح؟ احنا قلنا اخوانا احنا مشكلين لجنة وقريبا جدا هنعلن عن هذا الامر وعن هذه الضوابط عشان نترقى الطلبات وعشان ايه، ده قانون واحنا هننفذ القانون في هذا الامر وما فيش تراجع عن هذا القرار، بس فقط ساعدونا في ان احنا بنضبط الجداول وبنضبط الامور علشان تبقى الامور ماشية بشكل صحيح وما بقاش في تسريب خاطئ للموضوع، لانه في ناس بعد ما خدت الليسانس خدت الثانويه العامه، ينفع مش هينفع مثلا؟ لازم الثانويه العامه تسبق الليسانس، لازم يبقى في مسافه زمنيه مقبوله بين الحصول على الثانويه العامه وبين الحصول على او دخول الجامعه علشان تاخد الليسانس. احنا عايزين المحامي او عايزين الانسان الجاد الطالب الجاد اللي دخل علشان يبقى يدخل كليه الحقوق علشان يبقى محامي، علشان يؤدي دوره زي باقي كل زملائه اللي سبقوه في عالم المحاماة. حوار مع النقيب. أما الإسكان فأنا استغربت من السؤال الحقيقة، ليه؟ إحنا من سنة تقريبا مسلمين 3500 وحدة من صندوق الإسكان الاجتماعي، 3500 أخذهم 3500 محامي،
تم الإعلان عن هذا الأمر ولوحدنا. إحنا كنا فاتحين باب الاشتراك في 10,000 وحدة، للأسف الشديد اللي شغل الأماكن خدوا 3,500، رجعوا 6,000 أو 6,500. إحنا تواصلنا مع وزارة مع وزارة التضامن الإسكان علشان يعيدوا طرح وحدات تانية هتبقى أعلى شوية من الأسعار القديمة، لكن في نفس الوقت هتغطي احتياجات المحامين لأنها بتقسيط طويل جدا مع بنك الإسكان والتعمير، وبقيمة أيضا معقولة جدا لأنها مشطبة أو كاملة التشطيب. إحنا أيضا من يومين أو من 3 أيام بدأنا نسلم 260 وحدة في مدينة 6 أكتوبر اللي النقابة تولدت، تم الاستلام خلاص. وبنسلم في برج العرب حوالي 300 وحدة أخرى، دي كمرحلة أولى للي يسدد الكامل الثمن. وهنفتح باب الاشتراك بسعر أعلى شوية يتماشى مع التكاليف الجديدة علشان نؤدي إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من سد احتياجات المحامين سواء في برج العرب في اسكندرية أو في 6 أكتوبر في القاهرة. احنا كنا نتمنى ان يكون عندنا هذه الآلية في كل محافظة علشان نقدر نوفرها، لكن صندوق الإسكان عنده ده، عنده الوحدات المتنوعة، يعني 3,500 اللي انا كلمت حضراتكم عليهم دول في مختلف المحافظات، يعني مش بس في القاهرة ومش بس في اسكندرية، لا في بعض المحافظات او كثير من المحافظات اللي غطت فيها احتياجات كثير من المحامين. حوار مع النقيب. القيمة المضافة والنقيب سلمنا للضرائب واحنا لبسنا في الحيط. طيب الأول نقول هل قانون القيمة المضافة قانون أصدره نقيب المحامين ولا صدر في مجلس النواب؟ مجلس النواب ده مش كان فيه محامين ومهندسين وزراعيين ومهنيين ووافقوا عليه وصدر؟ على فكرة كتير من النواب دول اللي وافقوا على القانون محامين، ومش بس كده كمان دلوقتي بيزايدوا علينا احنا قانون القيمة المضافة. طب انت ما اعترضتش ليه لما كان القانون موجود؟ ومع ذلك لما صدر القانون انا عملت اجتماع في النقابة لكل النقابات المهنية واصدرنا بيان بنندد بيه بالقانون، وقلنا هناخد حزمة من الاجراءات منها الطعن. وطعن طعنا رحنا امام المحكمه الدستوريه بعد ما، لكن حصل ايه؟ مش تعرفوا نقابه المحامين عملت ايه؟ توقف القانون في تعامله مع المحامين لغايه ما طلعت اللائحه التنفيذيه اللي قعدت 8 شهور. 8 شهور نفاصل في اللائحه التنفيذيه. على فكره اللي ساعدني في ذلك الوقت في الموضوع ده الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال المحامي، يعني عشان يعني كل واحد ياخد حقه. وتم ارجاء تنفيذ العمل بالقيمة القانون المضيفة. القيمة المضافة ده بيقول ايه يا اخوانا؟ بيقول اللي ما يقدمش اقرار شهري يتحبس، اللي ما يتقدمش لاثبات يسجل نفسه في البتاع يتحبس، اللي ما يدفعش يتحبس. ماشي، 3 حاجات حبس. احنا عملنا ايه كمحامين؟ عملنا بروتوكول اتعدل بيقول الاتي: احنا بندفع، القانون بيقول 10% من اجمالي الدخل، ده قانون القيمة المضافة. يعني انت دخل لك 1,000 جنيه تدفع 100 جنيه من الالف طبقا قانون القيمة. لا تخصم مصروفات زي الضريبة العامة ولا تخصم اي اشياء اخرى فيه منه. طيب احنا قلنا لا مش هنقدر ندفع، لانه لو انا دفعت 10% هبقى تحت رحمة مأمور الضرائب اللي هيحدد لي 10%. ما انا مش هقول الرقم بتاعي انا خدت 1,000 انا خدت 2,000، حتى لو كنت اخد 100 بس هو مش هصدق ان انا اخد 100، فيحط اي رقم مضطر يدفع يبقى متهرب وروح سجن، ودي جريمة مخلة بالشرف. خلوا بالك كل جرائم الضريبة مخلة بالشرف. قلنا لا، مبلغ مقطوع. طيب يدفعوا ازاي؟ يدفعوا عند رفع الدعوة. مبلغ مقطوع 20 40 60
النقد بس اللي تحت الحساب. ده عمل ايه؟ خفف عن المحامين مسؤولية التهرب والتقدير والتقديم والإقرار والسداد الشهري. خلاص أنا خرجت بره الدائرة دي. النقيب العام سامح عاشور يطالب مجلس النواب بسرعة إصدار تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، ومن بينها تضمين المادة 54 من الدستور التي تشترط الأمر القضائي لحبس الأشخاص أو تفتيشهم أو القبض عليهم. طبقا لتعديلات قانون المحاماة، استمرار نقل القيد لجدول الابتدائي لمستوفي الجدول العام حتى 6 فبراير المقبل بمقر نادي المحامين النهري بالمعادي. في جلسة حلف اليمين، أعضاء مجلس النقابة العامة يوجهون مجموعة من النصائح للمحامين الجدد. خلال افتتاحه المؤتمر الأول لشباب محامي مصر في بورسعيد، عاشور يتحدث عن أزمة محامي شمال سيناء. سؤال يتعلق بأبنائنا في شمال سيناء، وهو من أصعب الأمور على نفوسنا جميعا كشعب مصري كمحامين. حقيقة هو ابننا طرح الضدين مع بعض، بيسأل ليه المحكمة ما رجعتش. ده مش دور نقابة المحامين، مش هتقدر ترجعها إلا إذا كانت الحالة الأمنية تسمح بحماية كل الأطراف. طول ما الحماية دي لسه ما تغطتش محدش هيرجع. 2، الحديث عن خطف 2 محامين أو 4 أو 5، ما تخطف ضباط معهم سلاح، دي جرائم من عناصر إرهابية ما بتميزش بين محامي وبين ضابط. هي بتدور على المسؤولين، بتدور على الشخصيات المهمة علشان تتناولها أو علشان تقتلها أو علشان. نتمنى أنه آخر 2 مختطفين يكونوا أحياء، لكن ده يؤكد أنه ما ينفعش ترجع المحكمة تاني دلوقتي، لأنه ده معناه أنه أكتر من محامي تاني ممكن يتاخد، وأكتر من قاضي تاني ممكن يتقتل، وأكتر من أمن تاني ممكن يتضرب. يعني المسألة في غاية الصعوبة. أنا متعاطف تماما مع ولادنا في شمال سيناء وظروفهم في العمل في الإسماعيلية، لكن ده أمر في غاية الصعوبة على الآن. حتى الآن واضحة تماما في الدولة المصرية، لسه مش ما وضعتهاش الكمال وما قالش إنها تقدر تخلص إزاي، لكن إحنا في مواجهة الإرهاب لازم نبقى أكثر صبرا من غيرنا. احنا بقدر الامكان بنحاول نخفف المعاناة عن ولادنا في شمال سيناء، وده عملناه او بنعمله، بنخفف في الاشتراطات المتعلقة بالتجديد وغيره. هما ما تعملوش بنفس الدقة اللي حضراتكم تعملتوا فيها في المحافظة. ايضا قدمنا لهم او حجبنا لهم مقرات في الاسماعيلية علشان يقدروا يباتوا فيها للي عايز يبات في الاسماعيلية. مفيش وسيلة ممكنة مهنيا لمعاونتهم، مش هنتأخر عنها. وإذا في أي مقترحات تساهم في تخفيف المعاناة عن ولادنا في شمال سيناء أنا مستعد أتلقاها. ويتحدث عن المكتسبات المالية للنقابة خلال الفترة الماضية بسبب مشروع التنقية. احنا توسعنا جدا، لأن احنا رفعنا سقف الفشل الكبدي وبقى 150,000، الكانسر بقى 50,000، القلب المفتوح 50,000، الأسطرة 30,000، العمليات العادية 30,000. ده يا اخوانا مش موجود في أي نقابة. مساهمة 90% من النقابة، المحامي بيدفع 10%، حتى الزوجة والأولاد المحامي برضه بيدفع 10% في المخصص لهم. هذه القفزات العلاجية مش موجودة مع حد، مش موجودة في أي جهة. هتقولي نقابة مهنية زينا، ده نقابة الأطباء زينا، ولا المهندسين زينا، ولا التجاريين زينا، ولا المعلمين زينا، ولا الصحفيين زينا. بتكلموا في ايه؟ احنا نقدر نتكلم
ننسى ده وندوس عليه ونتجاهله؟ لا، احنا عملنا من قصده اللي عنده هوى انتخابي ويتكلم على تبديد اموال المحامين ويفتح بقه ورا الفيس بقى يتكلم زي ما هو عايز، وهو مش مدرك انه في 2011 كان احتياطي نقابه المحامين صفر، وكنا مدينين للمستشفيات، كل ده اتغطى، والنهارده انا عندي 600 مليون جنيه احتياطي فوق كل اللي اتعمل، فوق كل المعاجات اللي زي، فوق كل الانشاءات اللي تمت، وده موجود. ده معناه ايه؟ لان انت كمان لازم تضيف، بتضيف للاحتياطي بتاعك مبنى نقابه المحامين اللي قالوا 60 و70 و90 مليون، قعدوا يتكلموا في الارقام، هما 60 مليون جنيه لو ما كناش بنيناه كان هيبقى 660 مليون جنيه. مبنى نادي المنيا الرقم اللي احنا صرفناه كان هيضاف للميزانيه اللي بيتم الانشاءات اللي في اسكندريه النهارده اللي هتستلمها بعد اربع شهور كانت ايضا هتضاف للاحتياطي. رغم كل هذه الانفاقات احنا عندنا هذا الاحتياطي وعندنا هذه الزيادات وعندنا هذه القفزات في العلاج وفي المعاش، فما ينفعش حد يفاصل معانا في دي. وعن الحصانات الجديدة التي وفرها قانون المحاماة للمحامي قال عاشور: احنا عندنا ثلاث انواع من الحصانات والحماية. الاولى المتعلقة في جرائم الجلسات والسب والقصف والإهانة اللي تقع من المحامي أثناء المحاكمة. خلي بالكوا النص ده مرتبط بإيه؟ مرتبط بالتلبس، لا يجوز القبض عليه ولا احتجازه ولا حبسه. ها المحامي اللي بيتهم بكده لأن هو متلبس، مفيش في الدستور حد معفي من التلبس إلا المحامين، مفيش حد. اللي عنده حصانة قضائية مش معفي من التلبس، اللي عنده حصانة نيابية مش معفي من التلبس، المحامي أثناء دفاعه معفي من التلبس، معفي عدم لا يجوز القبض عليه وهو متلبس. هو لما بيشتم القاضي أو يهين القاضي مش دي حالة التلبس؟ ما بيتحبسش طبقا للقانون. نجحنا في إن احنا ننقل هذه الحماية للمحاكم للنيابات بنص جديد للنيابة ولجهات الاستدلال الاثنين، والنهارده اصبح هذا الامر منصرف الحمايه امام المحكمه وامام النيابه وامام جهات الاستدلال. في نص اخر او مرحله اخرى متعلقه بعمل المحامي، انه النهارده علشان المحامي يتهم اثناء اداء عمله في النيابه او في الشرطه انه تعدى عليه خصم موكله اللي بيتحجز وبيتحبس وبيقف وتعطل عن اداء دوره، النص قال لا تتقدم مذكره والمذكره تروح لمحامي العام الاول الاستئناف هو اللي حققها، اذا لقى فيها جديه يوديها المحكمه، ما لقاش ده موضوع ويستمر المحامي في اداء عمله. على هامش مشاركته بمنتدى شباب العالم، عاشور يلتقي علي عبد العال ومصطفى مدبولي، والاخير يرحب باختيار مصر مقرا للاتحاد العربي للتحكيم. خلال مشاركته بمعهد محاماة كفر الشيخ، عاشور يقول: نفخر بتعديلات قانون المحاماة وتنقية الجداول وما تحقق في العلاج والمعاش والقيمة المضافة. لجنة التدريب بالنقابة العامة تعقد دورة جديدة من برنامج المحامين وكلاء المستثمرين لشباب المحامين بالإسماعيلية. وهذه طائفة من أخبار النقابات الفرعية. مجلس نقابة الأقصر يبحث تخصيص استراحة لمحامي مركز القرنة. معرض بدل لمحامي شمال الدقهلية. انطلاق الدورة الثالثة لمعهد المحاماة بالمحلة الكبرى. استمرار أعمال تجديد وتطوير نادي محامي جليم بالإسكندرية. انعقاد اختبار محامي الجيزة والقليوبية بمعهد القاهرة الكبرى.